السؤال واحد إن شاء الله، بيقول ما حكم التمويل الأصغر؟ نريد تفصيل في هذه المسألة. التمويل الأصغر الموجود الآن وبتتعامل به كثير من الأسر مع البنوك عنده صورتين. الصورة الأولى إنه بيطلب الإنسان مبلغ من المال من البنك على إنه يسترجع أو يسترد المال ده بعد فترة معينة بالأقساط، والمال بيكون فيه برجعه بالزيادة. يعني مثلا يقترض من البنك مبلغ 20,000 جنيه، دار يشتري بها أي بضاعة أي حاجة، دار يشتغل بها شغل معين، دار يتم بها بيته، دار يعمل بها أي حاجة، بعد ذاك يرجعها للبنك على أقساط أو بفترة معينة لكن بالزيادة، بالزيادة يرجعها 25 يرجعها 26 وهكذا. ده يا اخواننا قرض جر نفع، والقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وربنا قال إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والربا يا أخواننا من الكبائر، من الذنوب الكبار، والإنسان ما يتهاون بموضوع زي ده. مش عشان أنت دار تبني بيتك ولا دار تشتري لك توك ولا عربية ولا غيره أنت تتعامل بالربا. ده تعامل ربوي، عملوا بنك حللوا لهم عالم ما غير عالم، ده ما بيجوز شرعا. الصورة الثانية من صور التمويل الأصغر، الناس لما لقوا إنه المعاملة دي واضحة في الربا، لأنه ده مال بمال مع الزيادة، ده ربا واضح، فصاروا يحتالوا ببضاعة بخطوها في النص. هو ما دار البضاعة، بيمشي بيقول للبنك أنا داير أشتري مثلا توك ولا ركشة، يمشي يقول للبنك جيب لي فاتورة مبدئية من المحل، يعني نظام دريع عمله حلال، يعني نظام حلال، جيب لي فاتورة من المحل. أها، يجيب الفاتورة من المحل الدالي وفاتورة مبدئية، يمشي لستة سبعة محلات مغالق ولا محلات بيع ولا غيره، يجيب ستة سبعة فواتير الدالي بتاعنا البنك، يقول له يلا وقع معانا الشراء. انت ما البنك ماشي يشتري لك شنو؟ ماشي يشتري لك الركشة، لكن البنك ما ممكن يشتري الركشة ويخطها عنده وانت يا دوب تجي تساوم فيه بكده وما بكده. لا لا، البنك اول حاجه الا يضمن انك انت بتشتري وتوقع معه على الشراء، او مرات بيعملوا فيها كده دارين يتعاملوا بالشرع يعني وكذابين، ده برضو حرام. يقول لك انت عندك رصيد معانا هنا دار تشتري ركشه، هاي ركشه بكم؟ ب 120. عندك معانا رصيد في البنك؟ عندي رصيد. كم؟ قول لهم رصيدي 150. يقول لك خلاص ما في مشكله، تعال امشي جيب فاتوره، تجيب الفاتوره بتاعتك، بعد ذاك يوقعوا معاك البيع، خد بالك يوقعوا البيع ولسه الركشه هناك عند الشركه ما اشتروها ذاته، يوقعوا معاك انك انت بتشتري مننا. ايوه، على كم قصد؟ على 10 اقساط، في كم سنه؟ في سنتين، وقعوا معاك انتهى. بعد ذا يا دوب البنك بيمشي بيشتري، بعد ما ضمن البيعه بيمشي بيشتري، وده اسمه يا اخواننا بيع ما لا يملك، بيبيع حاجه وما بيمتلكها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك، او ولا تبع ما لا تملك، ده حرام برضو، عشان ما في زول يجي يلعب عليك ويقول لك يا اخي اشترينا ركشه بالبنك واشترينا توك بالبنك
الشراء ده حرام، ما يجي واحد يلف ويدور عليك من علماء الضلال، وما أكثرهم في البلد دي، ما أكثرهم يحللوا الحرام الواضح، يقول لك لا لا بجوز ما في حاجة، ودي مرابحة حرام. مرابحة ما كده، المرابحة الصحيحة ما كده، المرابحة الصحيحة للآمر بالشراء، ودي ما بتلقاه، ما في ذول بيتعامل بها غايته فيما أعلم أبدا، ما لاقاني لا بنك لا غير بنك فيما أعلم أنا. مرابحة الشرعية الصحيحة تقول للزول أنا دار اشتري العربية دي مثلا اللي قدامنا دي، دار اشتري العربية دي منك، انت اشتريها لي، بعد ما تشتريها منين نتفاهم، هو يمشي طوالي، دي اسمها المرابحة للآمر بالشراء. أنا بس بأمرك بقول لك اشتري لي، أنا بجي بشتري منك، انت بتمشي تشتري بعد ما امتلكت وجيت شايل شهادة البحث في يدك، أنا بقول لك خلاص اقعد في الوطن نتفاهم بعد ده، العربية دي بكده 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 بكده. انت بعد ذاك لو هو باع عليك بأقساط سنة سنتين، ضاعف لك السعر بتاعه ووسع لك الأقساط، ده كله ما فيه مشكلة، لكن الشرط شنو؟ هو يكون مالك، مش يبيع لك حاجة في دكان زول تاني، ما يبيع لك حاجة عند زول تاني، ولا تبيع ما ليس عندك. لما تنزل المرابحة الشرعية الصحيحة على أرض الواقع بتلقى الناس شغالة بالحرام. ولذلك يا اخواننا اذا كان علماء السوء ضروا الامه، خذ بالك ضروا الامه في المعاملات الى هذا الحد، فما بالك بالعقائد. اذا كان دي المعاملات، دير الان الشيوخ اللي بيفتوا تدق تلفون ور في الرادي، تلفون بتدقه في التلفزيون بتسال شيخ بعمه، انت ما زول عادي ما عارف، ما هذه عمه قدامك، انت ما جايب خبر ثاني للباقي، زول قاعد بعمه وخدت له عصير اصفر بجاي وعصير احمر بهنا، والجماعه شغالين والمذيع بيطبل له. يا فضيله الشيخ العلامه، وهذا سؤال وارد يا زول، السؤال بتاع شنو؟ ده ما شيخ، ده تجاني، ما شيخ، ده ما عالم دين، ده بيفتي بالتنظير. مره جايبين محمد المنتصر قال بيفتي، قال لي زيرك ده الطفش امريكا، الله ريح منه ذاته فات بعدله كويس. ده جابوه بيفتي، قال المرأة لو مرات قال بعض النساء بتطهر قبل ما تتم الأربعين يوم، وده دي معلومة لحد هنا صح، يعني المرأة بعد في النفاس ممكن تطهر في ثلاثة يوم في عشرة يوم قبل الأربعين، وأقصى حد الأربعين على الراجح كويس. قام قال له ممكن المرأة تكون طاهرة بعدين يدخل على رمضان وهي ما جايبة خبر إنها هي طاهرة، قال فتقوم شنو تفطر رمضان 30 يوم، قال وهي في الحالة دي مفترض تصوم عن كل يوم شهرين متابعين. بالله والله أنا قلت لهم فتوى زي دي لو شربوني جردلين مريسة، ما ممكن أقول الست بتصور كلام زي ده؟ هو يا أخي حتى لو طهر ذاته هي مرضع، والمرضع على الراجح إنه ما عليها أصلا الصيام، تطعم بس، تطعم عن كل يوم مسكين ما عليها صيام ذاته. ده بالله جاء صوم 30 يوم، قال تصوم عن كل يوم شهرين متابعين، يعني خمسة سنة ورا بعض. يا ناس في مرة بيصوم لها خمسة سنة ورا بعض؟ من الله خلقك دي لاقتك انت؟ لكن الأمة لما تسلم زمام الأمر وتسلم المايك بتاع الدين تسلم للصوفية، ترى بتشوف حاجات زي دي انت، فتاوى ذات غريبة وغلاط، واحد شغال في الرادي وبيفتي في الجماعة، بعد شوية الأرض ونتيمم من وين؟ والتيمم إذا تيممت بتصلي بس صلاة واحدة، ولو تاني جبت تصلي باقي صلاة ما بجوز، يعني أنت على كيفك؟ أنت من مزاجك؟ التيمم اللي بيبطل شنو ذاته؟ عشان تعرف فتاوى غلاط. أنا دار أوصلك لنتيجة وأختم كلامي. النتيجة هي إذا كانت الفتاوى الفقهية والفتاوى في المعاملات بهذه الصورة في هذه البلد وغيرها، فحدث ولا حرج في العقيدة. تسأل واحد في التلفزيون تدق له صوفي، طبعا بيكون هو، يجي واحد طوال بيكون صوفي زيه برضه، شبكة واحدة كلها تكون صوفي زيه. يا مولانا في جماعة بقول لنا ما تتوسلوا بالصالحين، رأيك شنو انت في الكلام ده؟
كويس ده طوال يقول له يا اخي العياذ بالله. والصالحون من هذه الامه وتوسلوا بالصالحين. وربنا سبحانه وتعالى قال اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. وطوال يمشي يتم الكذبه يا زول. ربنا قال اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. هل الوسيله احمد التجاني؟ هل الوسيله احمد طيب البشير؟ في وسيله اسمها احمد طيب البشير تلاقتك؟ ابتغوا اليه الوسيله. هل الوسيله البرعي؟ الوسيله عمل انت انت وين عملك؟ انت عندك عمل صالح؟ انت شغال النهار كله قاعد بارد جنب ابوك الشيخ، يجي الليل، الليل برد يا ناسو ولا لوب بدور كاسو وين ناسو؟ الليل بترقص وبالنهار بارد جنب الشيخ، انت وين عملك الصالح ذاته؟ انت كان تدعو الله تدعو بشنو هسه؟ يا صوفي عملك الصالح وينو؟ انت بتدعو بعملك الصالح. ربنا قال في القرآن ربنا آمنا بما أنزلت، ده عمل صالح. واتبعنا الرسول، ده عمل صالح. فاكتبنا مع الشاهدين، ده دعاء. انت بتدعو بعملك الصالح. انت يا صوفي تقدر تقول آمنا بما أنزلت؟ تقدر تقول الكلمة دي انت؟ دي في القرآن قاعدة. آمنا بما أنزلت مما أنزل ربنا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. يا صوفي انت الآية دي آمنت بها؟ يقول لك أيوة آمنت بها. طيب أبوك الشيخ بيعلم الغيب ولا ما بيعلم؟ يقول لك أيوة طبعا بيعلم. ما آمنت بها لسه انت. آمنا بما أنزلت، تعمل بالقرآن ده. ما بتعمل بالقرآن ما تقول أنا بدعو. طيب ارفع لك يده بعد الصلاة، بدعة طبعا بعد الصلاة. يقول لك وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يعني نظام داري بردي قال هذه لك انت كوهابي، يقول لك عشان ما تزعلنا يعني. قال ربكم بعين لك بقعد عينه كده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اها ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. انت كضاف في المعلومتين اللوائل. امنا بما انزلت، انت القران ده بيتكلم عن التوحيد وانت التوحيد ملخبط فيه. واتبعنا الرسول، امسكوا اتباع الرسول، لا امسكوا من فوق لتحت. اتبعت الرسول انت؟ جلابيه خضراء جبتها من وين؟ السبحه اللالوبه دي جبتها من وين؟ الرسول كان عنده لالوبه؟ اسالك بالله، النبي كان عنده لالوبه؟ شكلها كيف؟ كم؟ عددها كم؟ بيشيلها في مخلايه ولا شايلينها ساي؟ اللي بيشيلها لو منو كان؟ بيجيبها في الجامع ولا في بيته؟ وينها؟ ما في يا ناس، ما في. بأسبح وبعد وقت تقوم وتلقى عنده دقين حتيتا بيجاي. ما في الدقين وينا؟ اتبعنا الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحيه كما قالت ام معبد، كان كث اللحيه، لحيته كبير. انت لحيتك وينا؟ ولك لا لا يا مولانا احنا احباب الرسول. اي خلاص ما غلطناك، انت احباب الرسول. اي طيب وين وين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان تعرف انه في النهايه هو بلف وبدور ها وداري يوصلك لانك تجي تعبد الشيخ بتاعه. على اي حال افهم، اذا كانت الفتاوى الفقهيه بتاعت النازل خربانه كذلك الفتاوى العقديه بتاعتهم. وخلاصه كلامي انا هؤلاء لا يمثلون مرجعا للامه. عشان ما تمشي تستفتي ساي، ما تدق تليفون ساي في الرادي ولا التلفزيون. اعرف انت بتزعل منو ذاتك؟ تزعل منو؟ يا خسيبك من الصوفي، ابدقن ده خليك منه. دمل فيه انعرفت. صوفة انتهينا منه. تعالوا يا جماعتك زادهم ناس السنة. امشي اسالهم عاملين فيها ناس السنة. تدق تليفون لأحمد الأمين إسماعيل، ده كان سألته من أي شيء؟ فتاوى ما يطلبه المستمعون. سألوه عن المسرحيات والمسلسلات، قال مسلسلات دينية. كويس؟ تخيل معاي؟ تسأله منها يقول لك نعم، وإذا خلت من المحاذير الشرعية طبعا، ولا لا بأس، لا بأس بالمسلسلات. يا مسلم مسلسلات دينية دي كذب. أول حاجة كذبة دي نمرة واحد. نمرة اثنين فيها شغل بتاع فساد وقلة أدب. يا أخي جيبوا لك نساء الأنصار، بالله شوف الإساءة للسيرة دي ذاتها كيف. طلع البدر علينا أول حاجة هي كذبة ذاتها، هي كذبة ذاتها. قصة طلع البدر علينا كذبة. نمرة اثنين بيمثلوها لك كيف؟ يجيبوا نساء متبرجات والواحدة داقة مكياج. خد بالك ده نساء الأنصار بمكياجه. دنس ولا الانصار ها؟ طلع كده بطارات وقفات راجات النبي ويجيبوا لك الناقه. يعني نظام انه ورعين كده ما بيجيبوا لك الرسول. الناقه ماشيه والراكب فادها منه
الراكب فهد بكون تجاني. اتخيل جيبوا لك الناقه ماشيه دي مسرحيه وكذبه. نساء الانصار كان اما مكياجات الله يسهلكم يوم القيامه يا اخوان مسلمين. نساء الانصار كانت كده. راجع صحيح البخاري السيده عائشه قالت رحم الله نساء الانصار الاول لما انزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت شققن مروطهن. المروط يعني شنو؟ دي الاكسيه التخينه. قالت فاعتجرن بها اختمرنا اتغطينا بها. قالت فخرجنا لا يعرفهن احد كان رؤوسهن الغربان. ده نسوان الانصار اللي بيجيبوا لك دقات مكياج. ودي الفتاوى بتاعت محمد الامين اسماعيل وفتاوى عبد الحي يوسف وغيرهم. ولذلك ده كلهم ما يمثلوا مرجع لانه فتاواهم فتاوى مصلحيه. عندهم مصلحه. داير الواحد منهم يطلع في التلفزيون عشان الشعب كله يحبه. الداير له مسلسل بدق له بيجيز له. الداير له احضر له حفله يدق له بيجيز له. دار تدق بالطارات بيجيزوا عليك. دار تطلع مع جماعه التبليغ بتاعنا العفش جالك بتاعنا الكمش وتاكل عجور معاهم بيطلعوك بفتوى برضه. كله بجوز. فتاوى ما يطلبه المستمعون دي بتلقاها عند الجماعه ديل. ودي مسؤولية أمام الله عز وجل. خد بالك الفتوى دي ما شرف. انت خلاص سألوك دقوا لك تلفون بيستفتوا فيك انت قايل شرف؟ انت ما جايب خبر. ده ما شرف لك انت. ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله بيسألك من كلامك تقوله ده. لكن لخبطوا الحكاية والله المستعان. أنا أكتفي بهذا القدر. قدم شيخ مزمل.